يا عم شاطر، قول لنا خلاصة بسرعة قوي، احكي لنا يلا حدوتة حلوة عايزين ننام. حبايبي الحلوين، مساء الفل والورد والياسمين، كل ليلة حدوتة جديدة، ولكن حدوتة صغنطوطة. حبايبي الحلوين، حدوتتنا النهاردة بتتكلم على ايه؟ حدوتتنا النهاردة بتتكلم عن الأرنب أرنوب والسلحفة سلاحف. الأرنب أرنوب كان أرنب رياضي جدا وأرنب نشيط جدا جدا جدا، بيحب الجري والتنطيط، ولكن السلحفة سلاحف كانت بطيئة جدا، بتمشي تاتا 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 تاتا. في يوم من الأيام الأرنب أرنوب شاف السلحفة سلاحف ماشية بالراحة جدا، ماشية بشويش بشويش بشويش. الأرنب أرنوب كان مغرور جدا، فوقف قدام السلحفة سلاحف وقعد يتريق عليها. انتي مش عارفة تمشي، شايفاني وانا بنط، شايفاني وانا بجري، وقعد يجري ويتنطط قدام السلحفة سلاحف بيغيظ فيها. السلحفة سلاحف زعلت جدا وقالت له، انت بتتريق عليا ليه؟ ما تبقاش مغرور بالنشاط اللي عندك، انا ربنا خلقني بطيئة بمشي براحتي، وخلقك انت بتحب الجري والتنطيط، مالوش لازم ان انت تتريق عليا. وعلى فكرة انا ممكن في يوم من الايام اكسبك في السبق. الارنب ارنوب قعد يتريق جدا على السلحفة السلاحف، لا انت تكسبيني في السبق، انت ما تعرفيش ان انا بجري بسرعة وانت بطيئة جدا في الحركة بتاعتك. السلحفة سلاحف اصرت على كلامها وقالت له، انا بتحداك يا ارنوب في سبق رسمي، انا هكسبك. الارنب ارنوب كان واثق جدا من قوته ومن سرعته وجريه السريع جدا، فقال لها خلاص انا هكسب. جه في يوم الاجازة الاتنين اتجمعوا عند خط البداية وقالوا، اللي هيوصل لخط النهاية الاول هو اللي هيبقى كسبان، ثواني وهيبدأ السبق. الارنب ارنوب واقف بيتدلع على خط البداية وواثق جدا ان هو هيكسب السبق ده، وجنبه السلحفة سلاحف الآن بس واثقة إن على قدر اجتهادها هتوصل وتحقق اللي هي عايزاه. أرنوب وسلاحف اتفقوا مع بعض إن العصفورة هي اللي هتكون الحكم في السبق بتاعهم. العصفورة قالت لهم استعدوا، 3 2 1، وراحت مصفرة وبدأ السبق بسرعة بكل همة ونشاط. قعد يجري أرنوب، قعد يجري أرنوب، قعد يجري أرنوب بسرعة 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 لحد ما قرب يوصل لخط النهاية. فين السلحفة سلاحف من دوت؟ يا دوب كانت لسه ماشية تاتا تاتا جنب خط البداية. كده الأرنب أرنوب كسب؟ لأ، الأرنب أرنوب علشان مغرور قال هيستنى لحد ما سلاحف تقرب من خط النهاية ويروح سابقها ويضحك عليها ويضحك عليها الحيوانات اللي موجودة بتحضر السبق. أرنوب راح مختار شجرة على جنب الطريق وطلع جزراية وقعد ياكل فيها تحت ظل الشجرة. طبعا السلحفة سلاحف واخدة الطريق بشويش بشويش بشويش، والوقت بيعدي والوقت بيعدي. الأرنب أرنوب زهق من كتر الانتظار وراحت عليه نومة تحت ظل الشجرة. على الناحية التانية السلحفة سلاحف لسه بتجتهد وماشية ماشية 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 ومصرة ان هي توصل لخط النهاية حتى لو هتوصل المركز التاني. اول ما قربت من خط النهاية بعد ساعات طويلة جدا بتبص لقت على جنب الطريق الارنب راحت عليه نومة. السلحفة سلاحف اتبسطت جدا، كده شكلها هي هتكسب. قعدت تجتهد وتمشي تجتهد وتمشي تجتهد وتمشي لحد ما وصلت خط النهاية، وهي كل الحيوانات اللي كانت حاضرة السباق بيحتفلوا بالسلحفة سلاحف ان هي اللي كسبت السبق. على صوت احتفالات الحيوانات بالسلحفة سلاحف اخونا الارنب ارنوب صحي من النوم، بيبص حواليه يمينه وشماله لقى الناس بتحتفل، انتوا بتحتفلوا بايه؟ انا هكسب اهو. بيبص وسطيهم لقى السلحفة سلاحف. الارنب ارنوب اتصدم، قال لها ازاي انت كسبتيني؟ ازاي ده انا كنت سابقك بكتير جدا. العصفورة الحكم نزلت من فوق غصن الشجرة وقالت له، شفت يا أرنوب، أنا كنت متابع السبق من الأول، أنت لو كنت كملت السبق للآخر كنت كسبت، ولكنك مغرور وأنا شفتك وانت بتنام ومرضتش أن أنا صحيه علشان أديك درس أن الغرور مش حاجة حلوة، وأن الأهم
إن الشخص يفضل يجتهد لحد ما يحقق هدفه. الأرنب أرنوب اتعلم الدرس كويس جدا جدا جدا، وقرر بعد كده إن هو يجتهد ويتعب لحد ما يحقق الأهداف بتاعته كلها. سلحفة سلاحف خدت المكافأة على تعبها واجتهادها طول المشوار بتاع السبق، وتوتة توتة خلصت الحدوتة. تصبح على خير. ما تنسوش علشان تتابعوا كل ليلة حدوتة جديدة تدوسوا على سبسكرايب وتضغطوا لايك وتعملوا شير للقناة. تصبحوا على خير.